الاسم دار بالنعمه دار دار الامه الله يبارك. احكي لنا التجربه تاعك مع الانجليزيه. هم رجعوا لها يعني. يعني نقاوم في طريقه تنفيذها، لان الرئيس ما حدد الموضوع مليح. لكن لما ادرجوها في السنه الثالثه مع الفرنسيين. وهنا خط ودرت لهم كتابه وتقولوا لي دوله في العالم اللي وضعت لغتين اجنبيتين في الابتدائي ما كانش الا الجزائر. وما الحل حسب رايك؟ ما الحل يعني يصلحوا؟ ما حبوش يصلحوا. ما هو الحل؟ كيف يصلحوا؟ يوخروا الفرنساوي ويخلوا الانجليزي ما داموا داروا الانجليزيه في الابتدائي. الفرنساوي قلعوها من الابتدائي. دحرجوها. هذا هو الخطه الاساسيه. الله يقبل. اسمع، ان ارادوا النجاح في العمليه لازم تكون هكذا. هذا هو. شكرا جزيلا سيدي. بن محمد حبي دحرجه سلكها. ولكن ما وقفوا. سلكها غاليه. ايه. ثم تحكي هنا على المسألة هذه في الكتاب هذا. مازال ما وجدوش الحل. قال لك في الكتاب هذا الموضوع هذا موجود ولا لا؟ المسألة هذه.